روسيا تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار أممي حول هجوم كيميائي على مدينة خان شيخون السورية. الجيش العراقي يواصل ضربه لداعش ويقتل قادة من الصف الأول للتنظيم في قضاء الحذر. وبعد تحقيق إنجاز عسكري نوعي، قوة الشرعية اليمنية تسيطر على البوابة الغربية لمعسكر خالد بن الوليد. أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن، نبدأها من تطورات الشأن السوري. إذ أبطلت روسيا مشروع قرار قدمته بريطانيا وفرنسا وأمريكا لإدانة استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية على مدينة خان شيخون في سوريا، واستخدمت روسيا باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن حق الفيتو، كما صوتت بوليفيا بدورها ضد المشروع، وامتنعت كل من الصين وكازاخستان وأثيوبيا عن التصويت، فيما أيدت باقي الدول بالمجلس مشروع القرار. وأبدى مندوب بريطانيا في مجلس الأمن أسفه لاستخدام روسيا ثامن فيتو لأجل حماية نظام بشار الأسد. بدورها دانت كل من فرنسا وبريطانيا استخدام روسيا لحق النقض الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار غربي يطالب بإجراء تحقيق دولي في الهجوم الكيميائي الذي استهدف بلدة خان شيخون السورية. وعد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أن روسيا تتحمل مسؤولية ثقيلة بعد استخدامها حق الفيتو، متهما موسكو بأنها تحمي حليفها الأسد وتعرقل بصورة منهجية التوصل إلى حل في سوريا. كما أعرب وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون عن استيائه من لجوء روسيا إلى الفيتو، وقال جونسون إن هذا الأمر يظهر أن حجة روسيا خاطئة، وأضاف أن استخدام الأسلحة الكيميائية من أي جهة وفي أي مكان هو أمر مرفوض، وأن المسؤولين عن ذلك يجب أن يتم عقابهم. من جانبه توعد وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس بشار الأسد بدفع ثمن باهظ إذا استخدم الأسلحة الكيميائية في قصف المدني مجددا في خان شيخون. وقال ماتيس في مؤتمر صحفي إن واشنطن ليس لديها أي شك أن الأسد هو المسؤول عن الهجوم الكيميائي الذي استهدف بلدة خان شيخون. وأضاف ماتيس أن الإدارة الأمريكية سعت لردع نظام الأسد عن استخدام الأسلحة الكيميائية في إشارة إلى الضربة الأمريكية على مطار الإشعارات العسكرية. العمل العسكري ضد نظام الأسد يشير إلى أن الولايات المتحدة لا تقف مكتوفة الأيدي، بينما يتجاهل الأسد القانون الدولي ويستخدم الأسلحة الكيماوية التي كان أعلن عن تدميرها في السابق. سياستنا العسكرية في سوريا لم تتغير، وهي إلحاق الهزيمة بداعش. ميدانيا، أعلنت غرفة عمليات قوات غضب الفرات في بيان لها عن بدء المرحلة الرابعة لتحرير ما تبقى من الريف الشمالي ووادي جلاب من مقاتلي داعش تمهيدا لتحرير مدينة الرقة السورية. ونشد البيان المدنيين بالابتعاد عن مراكز داعش والحذر من مخططاته التي تستهدف استخدام المدنيين دروعا بشرية. بعد نجاته من محاولة اغتيال فاشلة قامت بها جبهة تحرير الشام جبهة النصرة، تحدث المقدم أحمد السعود قائد الفرقة 13 التابعة للجيش السوري الحر، تحدث لأخبار الآن عن الكمين الذي أدى إلى قتل العقيد علي السماحي ونجاته، مشيرا إلى أن عملية الاغتيال أفقدت هيئة تحرير الشام مصداقيتها أمام الشعب السوري. نتابع. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن من يومين ثلاثة كنا طالعين على عقربات شان نعمل اجتماع لعمل عسكري للرد على مجزرة خان شيخون، فكان وهيئة تحرير الشام عملت لنا كمين وقامت استهدافنا أنا والعقيد علي السماحي الله يرحمه. استشهد العقيد علي كان بسيارته، أنا والمرافقة وعناصرنا الحراسي استطعنا الخروج بين شجر الزيتون وبين الأراضي لوصلت لبلدي. هذا الاستهداف تم بطريقة في وقت نحن كنا رايحين عم خطط لعمل. هذا الاستهداف اللي عملوه هيئة تحرير الشام هو استهداف على طول لكل السوار، لكل القاضي، لكل جيش الحر. فنحن هذا العمل اللي قامت فيه هيئة تحرير الشام عم بيفقدها هي الشرعية، وعم يفقدها هي الحاضنة، وعم يفقدها كل شيء في المجتمع السوري. نحن الشيء اللي عم نشوفه هلأ مع هيئة تحرير الشام انه العقيد علي
خسرناه بسبب غباء بعض الأولاد في معارة النعمان، طبعا اللي طلعوا ضربونا لقطاع قاطع معارة النعمان. هذا الاستهداف يعني خلق الحساسية، خلق الفوضى، خلق الاحتقان لدى الشعب السوري ولدى أهل بلدي ضد هيئة تحرير الشام. هذا الاحتقان عم بيزيد بأخطائهم، عم بيزيد هذا الاحتقان بتصرفاتهم بسلوكهم. الأيام اللي جاي أهل البلد ما رح يسكتوا عن الأخطاء. آخر النهار الاحتقان وصل لمرحلة كاملة. شهدت مناطق احتلال داعش ظهورا لمجموعات ناشطة تحاول مقاومة التنظيم الإرهابي بطرق سلمية عن طريق الرسم على الجدران وتوزيع منشورات تحمل كلمة واحدة وهي حر، وهذه الكلمة تعبر عن الجيش السوري الحر. الحملة بدأها ناشطون داخل مدينة البوكمال، وهي تشكل خطوة جريئة في مواجهة داعش من داخل مناطق احتلاله. أخبار الآن حصلت على صور حصرية من داخل المدينة تظهر بعض الجدران كتب عليها كلمة حر تعيد إلى الأذهان بداية انطلاق الثورة السورية. في زمن الحرب يلجأ الأهالي في ريف حماة وسط سوريا إلى الطب الشعبي البديل من أجل العلاج واستخراج الأدوية والعقاقير من الأعشاب الطبية، ويأتي ذلك بسبب شح الأدوية في المنطقة وغلاء أسعارها في حال وجدت. التقرير التالي يحمل مزيدا من التفاصيل. في ظل الحرب التي تمر على البلاد افتقد الناس العديد من الأدوية المصنعة لسبب أو لآخر، فلجأوا إلى موروثهم الشعبي عبر الطب البديل. سوريا التي احتلت المرتبة الثانية في العام 2010 بإنتاج الأدوية والتي صدرتها إلى 54 دولة في العالم، يفتقد سكانها اليوم خاصة في مناطق سيطرة المعارضة في الشمال السوري للعديد من هذه الأدوية ليستعيضوا عنها بالعلاج بالأعشاب. أتيت عند الدكتور، دكتور أعشاب، وصار يعطينا علاج، وعيتي يا خيو الحمد لله حملت، وهلا جينا لعنده مشان يعطينا تثبيت الحمل، لأنه يعني كان مع جرثومي وعالجناها والجرثومي راحت الحمد لله. نجاح شركات الأدوية في الماضي والاكتفاء الدوائي في البلاد أبعد الناس عن العلاج بالأعشاب، إلا أن هذه الظاهرة والتي تعتمد على مراجع منوعة وعلى الموروث الشعبي باتت تنتشر في العامين الأخيرين. علاجي بيتمثل بأعشاب يعني طبيعية، بجيب أنا من العطارين من الشام أو من سوق البزورية وبطحنها وبعبيها إما بكبسول أو خلطات حسب يعني كل مريض أشوف بيكون نوع مرضه، بعمل له خلطة حسب نوع مرضه بفضل الله. طبعا لجوء الناس للطب العربي بالذات والأعشاب حقيقة أنه الناس أول شيء عم يلاقوا كغلاء وتكلفة في الإجراءات التحاليل. قد لا يصلح العطار ما أفسده الدهر، إلا أنه يحاول أن يسد حاجة الناس لما افتقدوه في زمن الحرب. لنشرتنا بقية مشاهدينا، ولكن لنعود بعد فاصل قصير. أحييكم من جديد. في العراق أعلنت خلية الإعلام الحربي عن شن ضربة جوية استهدفت تجمعا كبيرا لداعش في قضاء الحضر، وأضاف البيان أن الضربة أسفرت عن قتل ما يقرب من 15 فردا من داعش من ضمنهم 3 من القادة، وهم مسؤول ما يسمى بأمنية الحضر ونائبه والمسؤول الإداري لما يسمى بولاية الجزيرة، وإصابة آخرين بجروح كانوا ينمون شن هجوم على مناطق مختلفة في العراق. إلى اليمن، حيث سيطرت قوات الشرعية اليمنية على البوابة الغربية لمعسكر خالد بن الوليد وتلال تطل على المعسكر الواقع غربي محافظة تعز. ويأتي هذا التطور بعد أن حققت القوات الشرعية بدعم من قوات التحالف العربي إنجازا عسكريا نوعيا من خلال السيطرة الكاملة على جبل النار شرقي مدينة المخا وجبل نابطة ومفرق موزع بالقرب من المعسكر. وفي مصر أعلنت وزارة الداخلية أنها تمكنت من تحديد هوية الإرهابي منفذ الاعتداء على الكنيسة المرقصية في الإسكندرية، وإنها تواصل جهودها لتحديد هوية الانتحاري الذي نفذ تفجيرا استهدف كنيسة ثانية في طنطا.
في تطور ينذر بالخطر، تعمل جماعة بوكو حرام الإرهابية في نيجيريا على تجنيد الأطفال وتفجيرهم تجنباً لكشف هوياتهم، إذ نشرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة تقريراً لها يقول إن استخدام متشددي جماعة بوكو حرام للأطفال لتنفيذ هجمات انتحارية زاد في عام 2017. بات تنظيم بوكو حرام في نيجيريا يستخدم الأطفال أكثر من أي وقت مضى في تنفيذ عمليات انتحارية، إذ أفاد تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة أنه في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام فجر 27 طفلا أنفسهم في المنطقة التي تضم أجزاء من نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون. وذكرت اليونيسف أن عدد الأطفال الذين استخدموا في هجمات انتحارية بمنطقة بحيرة تشاد زاد بمقدار 3 أضعاف خلال الربع الأول من عام 2017، مضيفة أنه خلال الفترة نفسها من العام الماضي فجر 9 أطفال أنفسهم في هجمات انتحارية بالمنطقة وكان معظمهم فتيات. وجاء في تقرير لليونيسف أن فتاة عمرها 16 عاما من تشاد فقدت ساقيها بعد إجبار بوكو حرام لها على المشاركة في محاولة هجوم انتحاري على سوق مزدحم. وعلى الرغم من نجاة الفتاة فإن أسرتها رفضت إعادتها إليها في بادئ الأمر خوفا من الوصمة. نتيجة إلى ذلك ينظر إلى الفتيات والفتيان وحتى الأطفال بخوف متزايد في الأسواق ونقاط التفتيش، وغالبا ما تحتجز السلطات الأطفال الذين يفرون من بوكو حرام أو تنبذهم مجتمعاتهم وأسرهم، غير أن رفض المجتمع لهؤلاء الأطفال وإحساسهم بالعزلة واليأس قد يجعلهم أكثر عرضة لتنفيذ هجمات انتحارية من خلال قبول المهام الخطيرة والدامية. وقالت اليونيسف أن استجابتها للأزمة لا تزال تعاني من نقص شديد في التمويل، مما يؤثر على الجهود الرامية إلى توفير الدعم المتعلق بالصحة النفسية والاجتماعية ولم شمل الأسر وإتاحة التعليم والمياه الآمنة والخدمات الطبية. أعلنت السلطات الألمانية اعتقال متطرف مشتبه فيه يرجح أن يكون على صلة بالهجوم على فريق بروسيا دورتموند ليلة الثلاثاء الماضي بحسب ما نقلت الوكالة الفرنسية عن مصادر قضائية ألمانية. واستهدف 3 انفجارات حافلة فريق بروسيا دورتموند بعيد مغادرتها الفندق إلى ملعب الفريق، ما أدى إلى إصابة المدافع الإسباني مارك بارترا بجروح في ذراعه. تعكف السلطات الألمانية على التحقق من رسالتين متناقضتين عثرت عليهما عقب تفجيرات استهدفت حافلة نقل فريق بروسيا دورتموند ليلة الثلاثاء. وذكرت وسائل إعلام محلية أن واحدة من الرسالتين اللتين جرى العثور عليهما أشارت إلى هجوم برلين في ديسمبر الماضي ومشاركة ألمانيا في التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش المتطرف. واستهدفت 3 انفجارات حافلة فريق دورتموند بعيد مغادرتها الفندق إلى ملعب الفريق الذي كان يستعد لاحتضان مباراته ضد موناكو الفرنسي، مما أدى إلى إصابة المدافع الإسباني مارك بارترا بجروح في ذراعه. أما الرسالة الثانية فبثتها مجموعة مناهضة للفاشية على الإنترنت تقول أن تساهل الفريق مع المشجعين المتطرفين واليمينيين هو الذي أدى إلى الهجوم، لا سيما أن مراقبين رصدوا نزوعا نحو العنف لدى أنصار الفريق منذ فترة. وأوردت الرسالة الأولى أن ألمانيا تقتل المسلمين في المناطق التي يحتلها داعش بحسب ما نقلت صحيفة تلغراف البريطانية. وذكرت الوثيقة أن نجوم الكرة والمشاهير في أوروبا مدرجون أيضا في قوائم المستهدفين من داعش سواء في ألمانيا أو باقي الدول الأوروبية. ولم تشر الرسالة التي يجري التحقق من مصدرها إلى كون جمهور الكرة هدفاً لهجمات محتملة، إذ اكتفت بالإشارة إلى النجوم، لكن داعش دعا في وقت سابق إلى تنفيذ هجمات ضد المدنيين في الدول الغربية. وتحقق الشرطة في احتمال أن يكون هجوم دورتموند إرهابياً، لا سيما أن البلاد تعيش حالة تأهب أمني منذ هجوم على سوق الميلاد في ديسمبر الماضي أوقع 12 قتيلاً. من جانبه أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه سيراجع الإجراءات الأمنية في مباريات اليوم في دور أبطال أوروبا، وقد يعززها إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وقال الاتحاد الأوروبي إنه بالتعاون مع الشرطة وخدمات الأمن وإدارة الاستاد والأندية المتنافسة فإن الاتحاد الأوروبي يراجع الترتيبات الأمنية المتعلقة بمباريات مساء اليوم.
عقد الرئيس الإيراني حسن روحاني مؤتمرا صحفيا تطرق خلاله إلى عدد من المواضيع المحلية والخارجية. روحاني الذي لم يتبقى لنهاية حكومته كثير من الوقت تحدث عن إنجازاته وما حققه من توقيع للاتفاق النووي والانفتاح الاقتصادي الذي شهدته إيران خلال فترة انتخابه رئيسا، كما تحدث عن رغبته في تطوير العلاقات بين إيران والدول العربية والخليجية منها تحديدا. التفاصيل مشاهدينا مع مراسلتنا من طهران علا مسعودي. عدسات هذه الكاميرات وقفت تترقب وصول الرئيس الإيراني حسن روحاني، لكن ترقبها هذه المرة مختلف، لا سيما وأن الحملات الانتخابية في إيران بدأت عمليا قبل أن تعلن رسميا، وبما أن روحاني أحد أهم أقطابها والمرجح الأكبر لتبوء مقعد الرئاسة مجددا، لا بد له من أن يدلو بدلوه ويتحدث عما حققته حكومته. لقد تمكنا من إنتاج 21 مليون طن من المواد الغذائية خلال هذه الحكومة، ومنذ بداية الثورة في إيران تم توصيل الغاز إلى 14,000 قرية، لكننا وخلال 3 أعوام تمكنا من توصيل الغاز إلى 9,000 قرية. وإنجازات أخرى حققتها حكومة روحاني ك42 مشروعا في مجال الطاقة النووية بعد توقيعها للاتفاق النووي. وبما أن الدبلوماسية هي أهم إنجازات روحاني، فقد تطرق للعلاقات مع الدول العربية والسعودية بالتحديد، معربا عن أمله بأن تشكل فريضة الحج لهذا العام فرصة لتجديد العلاقات بين البلدين. نحن نطمح لعلاقات جيدة مع الجيران والسعودية أيضا، وإذا كانوا مستعدين لعلاقات جيدة فنحن أيضا مستعدون. ويرى المحللون أن الفتور الذي أصاب العلاقات كان خارجا عن إرادة الرئيس. في السنتين الأخيرتين وبناء على التغيرات التي طرأت واللقاءات التي جرت في المنطقة، استطاع الرئيس روحاني حلحلة العلاقات نوعا ما، وذلك بالرغم من حصول بعض الحوادث الخارجة عن سيطرته. الحوار كحل، رؤية جعلت من الشيخ روحاني رئيسا، فهل سيستطيع إعادة الكرة مرة أخرى ليفوز ب4 سنوات جديدة، أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟ شهر وبضعة أيام تقف أمام الرئيس حسن روحاني وفترة رئاسته الأولى، أيام تصحبها تساؤلات، هل سيبقى الرئيس الذي وقع أهم اتفاقية نووية لبلاده رئيسا، أم هناك رأي آخر لصناديق الانتخابات؟ بأخبار الآن علا مسعودي، طهران. نشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها بعد فاصل أخير، فنان ليبي يطوع الألوان في خدمة السلام في ليبيا. أحييكم من جديد مشاهدينا، ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم. مشاهدينا، جولتنا الصحفية لهذا اليوم تقريبا خصصناها للأخبار التكنولوجية، والبداية من صحيفة الوسط البحرينية التي نطالع منها. ديزني تطور روبوتا بشريا للعناق، جاء في تفاصيل الخبر. كشف طلب براءة اختراع جديد أن شركة ديزني تبحث تطوير أول روبوت بشري مستوحى من شخصيات الرسوم المتحركة. وكشفت وثيقة حصول الشركة على براءة الاختراع عن نموذج الروبوت المصمم لأن يكون ناعما ومتينا في آن واحد من أجل التفاعل مع البشر. اخترنا لكم مشاهدين من صحيفة اليوم السابع المصرية، باحثون يطورون أنظمة حديثة تسمح للروبوتات بتتبع البشر ومراقبتهم. بدأ باحثون بتطوير نظام جديد من شأنه السماح للروبوتات والأجهزة الأخرى من تتبع البشر ومراقبتهم بشكل دقيق للغاية، وهذا من خلال التكامل مع أنظمة المراقبة الأخرى مثل الكاميرات الذكية ووحدات التتبع الأمنية المركزية. صحيفة القبس الكويتية مشاهدين عنونت بين صفحاتها: جوجل تطلق أداة جديدة لجعل الرسم أسهل ما يمكن. أطلقت شركة جوجل أداة جديدة للرسم تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين على رسم ما يحبون بسرعة ومجانا وعلى مختلف المنصات.
وقالت الشركة إن أوتودرو، والتي تعد أحد مخرجات مختبر جوجل الإبداعي، هي نوع جديد من أدوات الرسم بين تعلم الآلة مع رسومات من فنانين موهوبين لمساعدة الجميع على تحويل أي شيء بصرياً وبسرعة. وختام هذه الجولة الصحفية القصيرة مشاهدينا من صحيفة البيان الإماراتية التي نقرأ منها في الصحة: علكة تكشف إذا كنت مصاباً بالسرطان. ابتكر علماء شركة فولاتايل أناليسز في ولاية ألاباما الأمريكية أنواعاً مختلفة من العلكة صممت لكشف عدة أنواع من السرطان، منها سرطان البنكرياس وسرطان الرئة وسرطان الثدي. وأفاد باحثون في هذا المجال بأن هذه العلكة قد تنهي الحاجة لفحوصات الدم التي تستخدم اليوم للكشف عن السرطان. نعود إلى أخبارنا مشاهدينا، وفيها أيضا: يحاول الفنان الليبي عادل الفورتية من خلال أعماله الفنية أن ينقلنا إلى عالمه الخاص بالإبحار في لوحاته التي يحاكي من خلالها حالة من الحزن على أوضاع ليبيا. التفاصيل في سياق التقرير التالي. وجع في ألوان كل هذه اللوحات، هكذا يجسد الفنان الليبي عادل الفورتية وداخل مرسمه الصغير كل آلام الحروب والصراعات التي تعيشها ليبيا منذ سنوات. وهو الذي يؤمن بأن الفن على اختلاف أنواعه وسيلة لمحاربة كل أشكال التطرف والإرهاب. أخبار الآن التقته داخل مرسمه فسيلة، وهو يحكي لنا عن أهمية أن يكون للفن والثقافة دور أمام كل أنواع العنف والدمار. الفن حالة تستطيع أن تقف ضد الحرب من خلال طرح أفكار إنسانية مهمة جدا في التعامل مع الآخر. بمعنى بالفن نستطيع أن نحن نلغي حالة الإقصاء، نستطيع أن نحن نلغي حالة العدائية للآخر. يعني الفن يستطيع أن هو يلعب في هذه المنطقة، من خلال هذه المنطقة يستطيع الفن أن يكون ضد الحرب، يستطيع أن يكون ضد السلاح. وبالتالي الفن بالعموم كقصيدة، كشعر، كفن تشكيلي، كموسيقى، كل هذه الأشياء تستطيع، كمسرح، كل هذه الحالات الفنية وهذه السياقات الفنية تستطيع أن تكون ضد الحرب، تستطيع أن تكون ضد من يشعلون الحرب، تستطيع أن تكون ضد من يقفون ضد الذين يحرضون على الحرب. وبالتالي ظهرت سلسلة وجع، بمعنى هذا الوجع الإنساني المولود داخلنا استطاع أن هو يفصح عن نفسه. يعني وجع الإنسان في مقابل أخيه الإنسان، وجع هذا الدمار، وجع هذا الانفتاح على القتل، وهذا الانفتاح على الجريمة، وهذا الانفتاح على التطرف، وهذا الانفتاح على الفكر الظلامي، وهذا الانفتاح على استيراد الأفكار الهدامة بدل الأفكار البناءة. وبالتالي أصبحنا في هذه الدوامة، وحقيقة تسأل عليها كل التوجهات وكل الجهات، سواء سياسيين، سواء من تصدروا المشهد في ليبيا، كل أولئك يسألون عن هذه الحالة. وبالتالي هذه الحالة من الوجع هي التي استطاعت، أو هي يعني كانت خلاصة تجربة لا أريد أن أنهيها. بمعنى أنا أستطيع أن أكون بدأت هذه الحالة وأنا مستمر، وستكون حلم نوعا ما في إقامة معرض تحت هذا المسمى. وجع يعني اختصار لهذه الكلمة يعني. وبالتالي أشتغل حتى الآن، أشتغل على هذه الأيقونة وعلى هذه المفردة. في أخبارنا الصحية، حذرت دراسة علمية حديثة من ظهور سلالات جديدة من مرض إنفلونزا الطيور قد تؤدي إلى نتائج كارثية، ويمكن أن يتحول إلى وباء يؤدي إلى قتل عدد كبير جدا من البشر في مختلف أنحاء العالم. تفاصيل أكثر مشاهدينا حول هذا الموضوع مع عبير عبدالله المختصة بالملف الصحي.
حذرت دراسة علمية حديثة من ظهور سلالات جديدة من مرض إنفلونزا الطيور قد تؤدي إلى نتائج كارثية، ويمكن أن يتحول إلى وباء يؤدي إلى قتل عدد كبير جدا من البشر في مختلف أنحاء العالم. ووفقا لما ذكرته صحيفة بريطانية، فإن السلطات الصحية في دول عدة باتت في حالة تأهب مع تزايد التقارير التي تحدثت عن تزايد الأشخاص المصابين بإنفلونزا الطيور وخصوصا في الصين. وأوصت الدراسة التي أعدها باحثون في جامعة بريطانية بحظر بيع الطيور الحية المستوردة من آسيا لوقف انتشار الفيروس المسبب للإنفلونزا، خاصة أن السلالات الجديدة من المرض تنتقل بين الطيور من بعضها البعض، وتنتقل أيضا الطيور والبشر، كما أن الفيروس في هذه السلالات يمكن أن ينتقل بين البشر، وهو ما يمثل خطورة كبيرة في الأمر. وأشار الباحثون إلى أن التغير المستمر في طبيعة الفيروسات الإنفلونزا يؤدي إلى ظهور سلالات جديدة أشد وباء، والتي تمثل خطرا مستمرا وكبيرا على الصحة العامة، موضحة أن التزايد في السلالات يمكن أن يكون ناتجا عن التغير المناخي وتنامي المناطق الحضارية، فضلا عن أسباب أخرى لم يدركها الباحثون حتى الآن. وخبرنا الأخير من عالم الرياضة، إذ فاز فريق ريال مدريد الإسباني بثنائية مقابل هدف على بايرن ميونخ في المباراة التي أقيمت على ملعب إليانز أرينا ضمن مباريات الذهاب من ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا. وأحرز اللاعب كريستيانو رونالدو هدفي ريال مدريد، بينما أحرز هدف بايرن ميونخ الوحيد اللاعب أرتورو فيدال. وقبل ختام النشرة مشاهدين، هذا تذكير بما جاء فيها من عناوين. روسيا تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار أممي حول هجوم الكيميائي على مدينة خان شيخون السورية. الجيش العراقي يواصل ضربه لداعش ويقتل قادة من الصف الأول للتنظيم في قضاء الحضر. وبعد تحقيق إنجاز عسكري نوعي، قوات الشرعية اليمنية تسيطر على البوابة الغربية لمعسكر خالد بن الوليد. بهذا إذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا. دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر، ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع.